لتر البنزين هيبقى أغلى من الدولار بعد ما رفعوا سعره للمرة العشرة من أول 2014 لحد 2024، يعني كل سنة كانوا بيرفعوا بجنيه لحد ما ترفع امبارح ووصل سعر لتر البنزين 80 ل 11 جنيه، واسطوانة الغاز بقت ب 100 جنيه، والزيادة دي فيها ضرر كبير جدا على المواطنين، لأن لما سعر البنزين يزيد معنى كده إن أجرة المواصلات بتزيد، ولما المواصلات بتزيد أسعار الأكل والشرب بيزيدوا، هما كمان زي الدقيق والرز والزيت والسكر. وهنا بقى نيجي للسؤال المهم، ليه سعر البنزين بيزيد؟ وهل إحنا فعلاً الدولة الوحيدة في العالم اللي عندها دعم على البنزين؟ خلينا أصدمكم وأقول لكم إن في 31 دولة في العالم عندهم دعم على البنزين، زي البرتغال وسويسرا وألمانيا وتايوان والصين، وكمان غيرهم كتير. حتى الدول اللي ما عندهمش دعم على البترول أسعار الأكل والشرب عندهم رخيصة، زي الهند اللي سعر لتر البنزين فيها بيوصل ل10 دولار وسعر كيلو اللحمة 2 دولار، وده بسبب إن الحكومة بتوفر للمواطنين الأكل والشرب، وكمان فيه هناك رقابة على أسعاره، وده عكسنا تماماً، لأن لما سعر البنزين بيغلى في تجار بيقرروا يرفعوا سعر الحاجات اللي بيبيعوها مع نفسهم ومفيش رقابة عليهم، عشان كده الأسعار كلها تترفع. وبكده أقدر أقول لكم إن سعر البنزين هيترفع تاني، لأن اللي بيحدد سعره هو الدولار، والدولار هيفضل أقوى من الجنيه طول ما احنا بنستورد أكلنا من بره. ولو قلتم إن سعر البنزين أغلى في الدول اللي بره هقول لكم ده مش صح، لأننا لو بصينا على دولة زي أمريكا هنلاقي سعر لتر البنزين فيها بيوصل ل70 جنيه، وهنا بقى لازم نقف، لأن المواطن الأمريكي مرتبه في الشهر ما بين 3 ل 5000 دولار، وده معناه إن المواطن بره بيدفع 125 دولار من مرتبه بس في الشهر على البنزين، يعني بيدفع أقل من 8 ربع مرتبه. أما بقى لو بصينا عندنا بعد الزيادة الأخيرة هنلاقي إن مواطن غلبان مرتبه 6000 جنيه هيدفع ربع مرتبه، يعني 1500 على البنزين في الشهر، وده الفرق اللي ببساطة بيقول إن سعر البنزين هناك عالي بس المرتبات أعلى بكتير، بعكس عندنا لأن سعر البنزين عالي عندنا بس المرتبات أقل بكتير، عشان كده أي مواطن غلبان مش هيعرف يشتري أكل يكفيه طول الشهر هو وولاده. هي دي حقيقة رفع أسعار البنزين. وبكده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقات جاية كتير من مباشر مصر.